احنا من ضمن الناس التجار اللي كاين هنايا في سوق الجملة الخضره والفواكه. احنا هذا القرار اللي خداوه راه حنا متضررين بزاف لواحد الدرجه ما كتصور. الله يجازيكم بخير، اجيو تحاوروا معنا، عرفوا المطالب ديالنا شنو باغيين حنايا. احنا راه عندنا بزاف المطالب خصنا نحطوها لكم. الله يجازيكم بخير، هذا الكلام هذا تنوجهوا للمسؤولين، الناس المسؤولين. الله يجازيكم بخير، راه حنا راه متضررين معكم. ما والو، ما قلتوا معنا، ما تحاوروا معنا، ما قالوا لنا شي حاجه. انا عندي خاوي هو عندي هنايا في المارشي، راه حنا متضرر بالنسبه لغدي اليوسفي متضرر، وكاين بزاف الناس اللي هما متضررين. من ضمنهم الناس هنايا كاين اللي بالنسبه للترونسبور غتولي تزاد هنايا درهم على الساكن على المواطن في الترونسبور، ما غتزيدش غتزاد. حنا تنوجهوا رساله للمسؤولين، الله يجازيكم بخير، راه حنايا راه حنا متضررين، راه الطرف المتضرر راه هو المواطن. الى حيتو هاد السلاح هذا، حيتو الحي الصناعي حيتو، ولا حيتو هاد المارشي هذا، راه كاين بزاف ديال المتضررين هنايا غيضروا. هاد الناس هادو فين غيمشيو؟ هاد الشباب فين غيمشيو؟ وعلاش الناس كيهاجروا لاوروبا؟ راه بهاد الاسباب هذا. حنا راه ديما شباب، خاصكم حنا راه شباب خاصكم تساعدونا، راه حنا شباب خاصكم تساعدونا. ما ساعدتوش يمكن علاش النسبه ديال الزواج الشاب ما تيبغيش يتزوج؟ ماشي تجوج صافي، راه انسان ما لقاش ما يصرف. قالك من استطاع منكم الباءة فليتزوج. المهم انسان ديك الباءة ما تيلقاهاش، ما تيلقى كيفاش هي، راه شي حشومه بزاف. اجيو تحاوروا معنا، هضروا معنا، نعرفوا شنو غديروا معنا، شنو مي الخاوي بالنسبه للخاوي شنو غادي نديروا معنا، بالنسبه للحمال شنو غادي نديروا معاه، بالنسبه للتاجر اللي كيبيع عشر شنو غادي نديروا معاه. غا الحق وحول وحشومه، وانسان خصو عاوتاني يراعي هادشي اللي كاين. خويا هاد المارشي اللي حيدوه من هنا راه غتولي الخضره دايره الكرون في هاد البلاد، غيولي الصندوق ديال الخضره كيجي من تما لهنا، هنا دايرين له 60 ريال، تما راه غيولي بالف فرانك الصندوق كيجي. شحال غنبيعوا هاد الخضره هنا؟ غتولي بالف فرانك، وهنا غادي غيولي الاجرام بسلعه. حتى هنا كيعيشوا قوم، وهو مراه شيبانيه كتبيع الحامض والخضره، غتمشي لك حتى امريكان تجيب الخضره، وراه غيولي لا اله الا محمد رسول الله، وراه ما غادي نبدلوا الحرفه، راه غنوليو نبيعوا الكيف والحشيش والغبره، كل شيء موجود في هذه البلاد، ولا اله الا محمد رسول الله. راه الفقراء بزايد، راه هنا عايشين، وديروا لنا شي سوق قريب الحال، وفين غنمشيو؟ وشكون اللي غادي يمشي لك حتى المارشي الجديد؟ راه بزاف، راه غتسكت السلا غتسكت، راه الخضره غتولي دايره 1000 فرانك، خيزو 1000، وانا دابا وداير خيزو 120، ومن يمشي لتما راه غيدير 1000 فرانك الكيلو. وهنا الفقاره وهذا الشيء، شوفوا وديروا اللي بغيتوا، حنا ما عندنا ما نقولوا لكم، انتم ما كتعرفوا. والله يرحم الوالدين.